السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد نواصل الحديث عن الإعجاز، وكنا قد شرعنا في تعريفه من خلال ما أورده الشيخ مناع القطان، ونعيد من باب التذكير فنقول إن الإعجاز كما ذكر العلماء مصدر، يقال أعجز إعجازا، فالإعجاز مصدر، مصدر الفعل أعجز، مثل الإحسان مصدر أحسن والإكرام مصدر أكرم. الفعل الثلاثي منه عجز وعجز ومضارعه يعجز، يقال عجز عن الأمر إذا قصر عنه، وأعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه، والعجز الضعف. أما الإعجاز في الاصطلاح على وجه العموم، الإعجاز في الاصطلاح فهو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير، زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير. والمعجزة كما مر معنا أمر خارق للعادة لكنه مقرون بالتحدي، وبهذا يختلف عن الكرامة والمعجزة والسحر، لأن الكرامة فيها خروج عن العادة لكن ليست مقرونة بالتحدي، وكذلك السحر، السحر فيه خروج لكن ليس فيه تحدي، ولذلك يأتي به أكثر من شخص أو من طرف. فالمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، سميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها. ذكرت بأن هناك قضية تحتاج إلى تنبيه، وهي أن الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم، لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، بل ولا حتى في القرون أو القرن الأول والثاني، بدأ في الثالث أو في أواخر الثاني تقريبا. يمكن القول طبعا بأن المعجزة أقرب شيء إليها ورد في القرآن هو الآية، فكان المشركون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية تدل على صدقه، فسمى الشيء الذي يطلبونه وهو أمر خارج عن المألوف بآية، تسمى آيات الأنبياء، ثم سميت بعد ذلك بالمعجزات. هل هناك إشكال في هذا المصطلح؟ طبعا المعجزة والآية متقاربة. يقول أحمد شاكر، محمود شاكر رحمه الله، في كتاب له، في رسالة أدخل إلى إعجاز القرآن ومدخل إعجاز القرآن، ذكر فيه بعض التنبيهات والأمور والقضايا التي تتعلق بالإعجاز. قال لما أراد أن يبين الصلة بين الآية والمعجزة، آيات الأنبياء، معجزات الأنبياء، ما هي المعجزة؟ قال إذن فمعنى المعجزة هو أنها الآية الكاشفة عن عجز جميع الخلائق، المبطلة لجميع قدراتهم على مثلها، المبينة أو المبينة عن قدرة الله الذي لا يعجزه شيء في السماوات والأرض. المعجزة آية، ربطها بالآية، الكاشفة عن عجز جميع الخلائق، وهذا أعم من قول المؤلف الناس أو العرب، عن عجز جميع الخلائق، المبطلة لجميع قدراتهم على مثلها، المبينة عن قدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات. يقول رحمه الله وبين أن المعجزة ليست من فعل النبي ولا هي داخلة في قدرته، بل هي من عند الله آية ينزلها عليه بمشيئته وحده وحين يشاء سبحانه وتعالى، وهذا هو صريح الدلالة التي يدل عليها القرآن الكريم في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلو قلنا بأن المعجزة معجزة النبي عليه الصلاة والسلام فليس معنى ذلك أنه هو الذي أتى بها، لا، الله هو الذي أعطاه وجعلها معجزة أو آية تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هذه مسألة نبه عليها محمود شاكر رحمه الله في رسالته هذه المدخل في إعجاز القرآن. ثم ذكر كلاما رحمه الله فقال وقد ألجأني إلى العناية بتفسير لفظ الإعجاز ولفظ المعجزة على ما يجيبه مجاز اللغة أمور سوف أقتصر منها على أمرين، ولكن مهما بلغت هذه الأمور من الخطر فإنها لا تستطيع أن تسقط هذين اللفظين، إعجاز القرآن ومعجزات الأنبياء. يعني لو قلنا بأن هذا المصطلح لم يكن
في القرآن، لم يجد يوجد في القرآن ولا في السنة، فلا يمكن أن نسقطه. يقول: ولكن مهما بلغت هذه الأمور من الخطر فإنها لا تستطيع أن تسقط هذين اللفظين، إعجاز القرآن ومعجزات الأنبياء، من أقلام الكتاب المحدثين، ولا أن تنزعه من تراث اللغة المكتوبة في مصنفات علماء الأمة منذ القرن الثالث للهجرة إلى يومنا هذا. كان أعدل الطرق عندي هو إثبات تعريف صحيح من مجاز اللغة للفظ الإعجاز ولفظ المعجزة لا يختلف الناس عليه مهما تباينت آراؤهم. ثم نبه على مسألة مهمة، وهي ترد على الذين يقولون نسقط هذا المصطلح ولا نستخدمه، بل نستخدم ما ورد في القرآن والسنة وكان معروفا عند المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم. فيقول: والألفاظ التي تستقر في اللغة استقرارا شاملا مستفيضا يكون من الجهل والتهور محاولة انتزاعها وإسقاطها من أقلام الكتاب ومن كتب العلماء قديما وحديثا، بل الواجب الذي لا مرية فيه هو محاولة تعريفها تعريفا مطابقا للحق الذي نراه، لأن الذين وضعوها وكتبوها في كتبهم ومصنفاتهم وضعوها وضعا مطابقا لحق رأوه، ولا نخالفهم نحن في جوهره وإن خالفناهم في وجوه النظر التي أوجبت عليهم وضع هذه الألفاظ، وما دام مجاز اللغة قادرا على تعريف اللفظ تعريفا يرفع أسباب الاختلاف ويسير بنا جميعا على طريق مستتب، فلا معنى لإبطال ما استقر عليه الكتاب والعلماء من التعبير عن الجوهر المتفق عليه. هذا كلام جميل ومحرر، وفيه تنبيه على أن مثل هذا المصطلح يصعب أن نلغيه من الكتب التي تكاثرت وتجاوزت المئات، وذكر هذا اللفظ في عشرات بل في مئات إن لم يكن في آلاف الكتب، فلا يمكن أن نقول إن هذا اللفظ لم يكن في القرآن ولا في السنة فلا نستعمله، بل طالما أن العلماء استعملوه وجرت به العادة وتناقله علماؤنا القدامى إننا نستعمله ولا إشكال، فهو مصطلح يدل على معنى صحيح ونبين معناه بما يتفق مع المصطلح الذي ورد في القرآن، وهو الآية أو البرهان أو السلطان الذي يعني جاء في القرآن، وأكثر ما ورد الآية لأنها أقرب شيء للفظ المعجزة. هذه الماحة تتعلق بتعريف الإعجاز. هل ثبت الإعجاز في القرآن الكريم؟ نعم، ثبت ثبوتا لا شك فيه ولا ريب، ومصدر إثبات إعجاز القرآن هو القرآن نفسه، فإن القرآن الكريم قد دل على أنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، فالقرآن الكريم أثبت الإعجاز، ثم أثبتته الوقائع في التاريخ منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا إثباتا لا مجال لإنكاره ولا لتكذيبه ولا للشك فيه. فمصدر علمنا بإعجاز القرآن هو القرآن نفسه، حيث تحدى الناس على رؤوس الأشهاد أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فقد كبلهم بالعجز عن هذا التحدي فلم يفعلوا ما تحداهم، فجاءهم بتخفيف وأعطاهم أكثر من فرصة لأجل أن يأتوا بهذا بمثل هذا القرآن، وكل الأدلة تدل والوقائع تثبت والتاريخ يشهد بأن أحدا لم يجرؤ على أن يعارض هذا القرآن إذا كان عاقلا يعرف ما يقول، بخلاف ما يمكن أن يقع فيه بعض الجهلة الذين لا عقل لهم يتجرؤون على أن يقولوا مثله. هؤلاء لا قيمة لكلامهم لأنهم في حكم فاقد العقل، لأنه لا يتجرأ، لم يعرف أنه تجرأ صاحب عقل ونظر في أن يأتي في شيء مثله، إلا ما يعرف عن مسيلمة وبعض من شابهه. فهؤلاء كما قال باختصار أحد الصحابة عمرو بن العاص وغيره لما عارض مسيلمة الكذاب القرآن وأراد أن يأتي بمثله، فقال: ما تقول فيما قلت؟ فقال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت تعلم في يقين نفسك وقرارة نفسك بأني أعلم بأنك كاذب. فكان هذا القول في غاية الإفحام لمثل لهذا وأمثاله، فلا يمكن. فمصدر إثبات إعجاز القرآن هو القرآن نفسه، ثم التاريخ يشهد على ذلك، والوقائع لم يثبت أن أحدا قال مثله، وإن قال أحد تجرأ فإنه سرعان ما يكشف ويكذب ويضحك الناس عليه، حتى إن مسيلمة لما أراد أن يدعي النبوة وأن يأتي بمثل يدعي أنه يأتي بشيء يعارض به القرآن صار
لقب صار الكذب لقبا له، فلا يعرف إلا بمسيلمة الكذاب، نعوذ بالله من الخزي والكذب. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سبيل الرشاد. نذكر في اللقاء القادم إن شاء الله ما يتعلق بمراحل التحدي، كيف تحدى الله الناس أن يأتوا بمثله على مراحل، سنذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.